خير والله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موسى عبيد الحواسي، المسؤول الإداري بالمركز الصحي اللبة. طبعا اليوم يعتبر أول يوم بخصوص التطعيم لحجاج بيت الله الحرام، والعدد حوالي 25 حاج. التطعيم حيكون في مركز صحي اللبة وعن طريق قوائم جايتنا من إدارة الخدمات الصحية جالو، وبإذن الله ملتزمين بالتطعيم لجميع الحجاج اللي أسمائهم موجودة في الكشوفات، وحيتم استلام نماذج لكل حاج نموذج لكل حاج، ومن ثم حيتم تسليم لهم كروت لأداء فريضة الحج بإذن الله تعالى.